هنا يتابع مجريات الأحداث في محافظة سقطرى وما يحصل من قبل الإمارات وما يحصل من قبل السعودية. اليوم هناك العديد من المعلومات أن بدأ العمل على إنشاء قواعد عسكرية واستخباراتية جنوب مطار سقطرى على مرأى ومسمع من السعودية التي تقود التحالف، وبموافقة السعودية يجب أن لا نبرئ السعودية مما يحصل في سقطرى. ما يحصل في سقطرى هو تنسيق بين المملكة العربية السعودية وبين الإمارات وإسرائيل. إسرائيل على الخط، ربما يشعروا أنه إسرائيل تواجدها سيحميهم الاحتلال أو السيطرة على الأراضي اليمنية. اليوم اليمنيين بعد 6 أعوام من هذه الحرب، يعني اليمنيين تحملوا مرارة الحرب ومعاناة الحرب للحفاظ على سيادتهم، للحفاظ على البلد، لكن يبدو أن المملكة العربية السعودية تمضي قدما في تفكيك ما يسمى بالشرعية وإبعاد الشرعية عن المشهد. وما يحصل اليوم سواء في المهرة أو في سقطرى أو في عدن هو برعاية سعودية وبتمويل سعودي. يجب أن لا نبعد السعودية مما يحصل في سقطرى. ربما سيأتي لحظة تاريخية وسيقف اليمنيين جميعا لمواجهة السعودية والإمارات وإسرائيل على الأراضي اليمنية. الأراضي اليمنية لن يسمح اليمنيين باستباحتها رغم الحرب، رغم الجوع، رغم الحصار. اليمنيين يعانوا هذه الحرب، لكن لن يفرطوا بذرة رمل من هذه التربة اليمنية سواء في سقطرى أو في المهرة. واليوم على كل القوى الوطنية اليمنية أن تلتف، وعلى الرئيس هادي كذلك والشرعية أن يحددوا موقف أو يخرجوا لإعلان استقالتهم، وسيتكفل الشعب وسيذهب الشعب ربما للتحالف مع عبد الملك الحوثي للحفاظ على ما تبقى من السيادة اليمنية. لا يوجد خيار أمام اليمنيين، كل الخيارات أغلقت. تمسك الشعب اليمني بالرئيس هادي، تمسك الشعب اليمني بالشرعية، لكن للأسف رئيس الحكومة الذي هو معين من المملكة العربية السعودية معين عبد الملك لم يحرك ساكنا. في الفترة الماضية رأينا بن دغر رئيس الحكومة السابق عندما تحرك إلى سقطرى ومنع أي تواجد إماراتي أو سعودي، وكان له موقف مشرف، وبعد ذلك تمت إقالته من قبل السعودية والإمارات. نحن اليوم، أنا أتمنى أن استوعب ضيفك الكريم من لبنان، إن من أبعد قوات الشرعية من سقطرى هي السعودية والإمارات، ومن أبعد السلطة المحلية ومحروس الذين يمثلون الدولة والشرعية هي السعودية والإمارات. ماذا؟